الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الآيات، هذه الآيات المولى سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن أصحاب الشمال، ودال بيخشوا جهنم طبعا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، قال في سموم، سموم ده هوا حار، في سموم وحميم، والحميم هو الماء الحار، يعني عندهم عذاب بيتنقلوا فيه بين السموم والحميم. قال: وظل من يحموم، اليحموم الدخان، وطبعا دخان مارق من جهنم حيكون حار برضو، دخان مسخن، السموم حار هوا، الحميم برضو مسخن. قال تبارك وتعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك عن حال بعدين، قال لك هذه جهنم، بوريهم فيها، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكذبون. قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني مرة جوا جهنم مرة يمرقون يدخلون في الحميم، العذاب ده شغال كده طوالي. قال تعالى: ونادوا يا مالك، مالك ده منو؟ ده خازن جهنم. يا مالك، دارين شنوهم بالضبط؟ بالضبط هم دارين شنو؟ نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قالوا دارين نموت، ما في موت بس قاعدين فيها كده. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، يعني جوا جهنم ما يقضى عليه ويموت ولا بيخفف عنه شيء من عذاب جهنم. كويس، كل هذا العذاب والشقاء داخل جهنم ربنا بورينا في السبب. قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، لأن ربنا متعهم بنعمة في الدنيا وما شكروا نعمة الله، ربنا رزقوا بحياة طيبة وداه مال، بدل يقول المال ده اداني لي والله ويشكر ربه، بيمشي للفقير بيقول ده كله من ابويا الشيخ. يا زول ابوك الشيخ ما اداك حاجه، انت ابوك الشيخ ما رزقك بشيء، فهمت؟ يقول لك لا 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 لا، ده كله من الشيوخ بتاعنا، ونحن يقول لك لو ما ابونا الشيخ ده قاعد تجارتنا دي ما بتتباع ذاته، شغله بتبور وكده، وكله من شيوخنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، النعمة من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني بتلجأوا لله، ثم إذا كشف الضر عنكم، خد بالك قال لك شنو؟ إذا فريق منكم بربهم يشركون، دي المشكلة هنا. عشان كده ربنا قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مترف في نعمة الله وبيعبد غيره، بيعبد له في شيخ والنعمة حقت الله، فهمت كلامي؟ قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: الحنث العظيم هو الشرك بالله تعالى،
بعدين انتبه للآية، ربنا قال كانوا يصرون، شوف العبارة دي، يصرون كأنه في جدل ونقاش بين أهل التوحيد وأهل الشرك، والمشرك مصر. مصر ده معناه في جدل، في نقاش، يقول له خليه، لا ما بخليه، خليه ما بخليه، بناديهم بناديهم في كل قضية. ده كأنه ده واضح، الحوار ده بيدل على إنه ده قال ما تناديهم، قال بناديهم، ما تناديهم بناديهم، مش ده إكاس؟ عشان كده ربنا قال وكانوا يصرون. الإصرار بيدل على المناكفة، ما دار يقبل، ما دار الحق، فهمت؟ ده بيدل على بلوغ الحجة لأنه مصر، فهمت كلامي؟ الزلل ما بلغت الحجة، ده ربنا ما بعذبه يوم القيامة، ما ده خلاص. ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الما بلغت الحجة ده ربنا بيمتحنه. المهم ده أمر آخر، لكن زول يا أخواننا بلغت الحجة، عشان كده ربنا قال ومن يشاقق الرسول بتين من بعد ما تبين له الهدى. انت سمعت الهدى، والهدى ده انت قال وين؟ واحد يسمع الكلام ده، تخيل الحلقة بتاعتنا أخواننا اللي بيتكلموا ديل بيدوك آية وحديث، انت قال يعني عندنا أبيات شعر هنا وقال نحكي نكت هنا في ودنا فاش، مش آيات وحديث، ده ما يهو الهدى ذاته. يا هو الهدى، الهدى وين انت قالوا؟ ربنا قال من بعد ما تبين له الهدى. الهدى ربنا سبحانه وتعالى نزل الكتاب، كتاب والكتاب ده اسمه هدى وبينات للناس، فهمت كلامي؟ ربنا قال من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى. نوليه ما تولى، انت فاهم معناه شنو؟ ماسك في الشيخ، ما هو خلى الله، خلى ليه؟ خلى عشان ماسك له في الشيخ. الله قال نوليه ما تولى يوم القيامة. ربنا بناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أنت مش قلت أبوك الشيخ قوي وبعدين بحميك وبدخلك الجنة وبحميك من النار؟ أها، الله بنادي يوم القيامة ويوم يناديهم كلهم، أها، أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين زعمتم. ربنا قال فدعوهم، ما بلد كما بليد، انت في الدنيا ما كفاك، ما فهمت، لما مت ودقوك في وقت الموت، لأنه الله قال بدقوم بدقوم وقت الموت، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك ينالهم نصيبهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله وأنوا جماعة بتاعينكم قالوا ضلوا عنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. بدقوم وقت الموت، انت ما اقتنعت من الدق وقت الموت؟ ما اقتنعت من انه السبب اللي دخلك جهنم الشركة اللي انت كنت بتعمله ده كله ما اقنعك؟ بعد لما نجي يوم القيامة ربنا يقول لهم نادوا شركائي الذين زعمتم، الله قال فدعوهم، اقعدوا يعيطوا زي في الدنيا هنا، اوك يا بكسكتة تلحقنا، انت ما اقتنعت لسه؟ الله قال فدعوهم، لكن النتيجة شنو؟ فلم يستجيبوا لهم. وبعدين ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. عشان كده يا أخوان الناس الخشوا جهنم، أسألهم السبب شنو؟ أنت أرجع للقرآن، أرجع شوف السبب شنو. ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا في الدنيا يعني إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناه لا معبود بحق إلا الله،
معناه قدرت انادي تقول يا الله، ما تقول يا البرعي ولا يا احمد التجاني. فهمت كلامي؟ دعيت احمد التجاني انت اشركت بالله، عشان كده الجماعه هنا لما تكلمهم تقول لهم ما تدعوا احمد التجاني وادعوا الله الخلق التجاني ذاته. ها يقول لك يا مولانا انت عندك راي في الاولياء ولا شنو؟ هم اصل الاولياء وينهم ذاته؟ اول حاجه احمد التجاني ده ما ولي، ده واحد شفت ساي ما ولي. قول ولي ذاته، قول ولي. الله قال لك ناديو؟ ما قال لك ناديو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ورانا في القران انه الجماعه ديل لما انت تدعوهم للتوحيد ما بيقبلوك، ولما تدعوهم للشرك بتكيفوا جدا مبسوطين. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ ربنا قال ذلكم ذلكم. هنا الجواب مقدر بالايات الثانيه، يعني ما في سبيل للخروج. جوا جهنم مكموت فيها ما بيمرق منا، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. جوا جهنم ما بيمرق منا. قالوا هل الى خروج من سبيل؟ الاجابه لا، ما في طريقه للخروج. السبب شنو؟ الله قال ذلكم. وراك السبب. وايش انت نجم سالتك؟ انت قال موضوعنا معك ده احنا موضوع بتاع وهابيه؟ نحن ما وهابيه ولا عندنا قضيه مع وهابيه. نحن جايين نكلمك بل بنقذك يوم القيامه بعدين. انت حتجي تقابل ربك. ربنا قال ولقد جئتمونا فرادى. بعدين ما في التجانيه. ما في طريقه تجانيه، فهمت كلامي؟ بعدين ما في حاجه اسمها التصوف. بعدين ما في حاجه اسمها اهلي واولاد اهلي واولاد عمي وبيجوا معاي. ربنا قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما في اتقطعوا، ما في حلل. ها ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في سوره البقره قال اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بتين ده ورأوا العذاب وتقطعت بينهم شنو؟ الاسباب دياته دي المحبه والموده. تجاني بحب التجاني، فهمت؟ سماني بحب السماني الثاني، اخو مسلم بيحبه انشط مع بعض، فهمت كلامي؟ وتقطعت بهم الاسباب. ما في موده، ما في محبه، جئتمونا فرادى. انت بتجي بعدين تقابل الله براك، حتى تقول له يا طبعا احنا كطريقه تجانيه وكنا مع التجاني وبنشيل البخرات والمحا. لا انت لا بخراتك لا محاياتك. ربنا قال فما لنا من شافعين. في ناس بيشفعوا لنا بحلونا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. زول كده صديق، صديق يعني فرده كده فرده بيحل لنا ماف. فلو ان لنا كرة يا ريت لو بنرجع فنكون من المؤمنين. ربنا قال ان في ذلك لآية. عبرة، عظة لك لو انت بتعقل. واقرا القران الصوفي، اقرا من البقرة للناس، كر اقرا واحفظوا، ما بيفهم آية واحدة منه. الصوفي لو فيهم صورة واحدة في القران بيخلي الشرك بتاعه ده، صورة واحدة. ربنا قال اياك نعبد واياك نستعين. يا صوفي انت بتقرا في اليوم الواحد 17 مرة، ده لو بيصلي، لو بيصلي 17 مرة بتقراه. اياك نعبد يعني يا الله بنعبدك براك، براك بنعبدك. واياك نستعين يعني في العبادة دي اللي بنعبدك ليه؟ بنعبدك ليك براك، دي بنستعين بك براك عشان نعبدك كويس. دي لو الصوفي فهمها تاري بنادي بتكة لو فهم دي. اياك نعبد ما بنعبد غيرك، يعني ما بندعو غيرك، ما بنحلف بغيرك، ما بنستعين بغيرك. واياك نستعين يعني نحن ما بنستعين الا بك يا الله. طيب الحجاب الرابطه ده رابطه ليه؟ ما انت قلت اياك نستعين، نستعين بنستعين بالله. رابط الحجاب ده ليه؟ يقول لك ده حرز بحميني. وطيب الله بحميك وانا ما بحميك؟ الله بحميني اي امرق الحجاب، امرقه. عشان كده ربنا ورانا هناك قال ذلكم السبب اللي كمدهم في جهنم وخالدين فيها وما بيمرقوا منا وما في شفاعه وما في ذول بيحلهم. ده السبب شنو؟ الله قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم. الله براو كده بس، براو ما بتنفع معهم. قال وان يشرك به
اصلا الحلقه بتاعتنا دي قلبناها كرامات الاولياء. ابويا الشيخ طار وركر ومرق من الغبر وبيجاهو ونحن في حواه ونحن ماسكين في ابونا، لو قلبناه زي ده اوه بيجوك بيجا كميه شارع ده ما بشيلهم. الحلقه دي بتتردم، ناس بيطلعوا فوق، بيجيك واحد بيقول لك بكره اعمل في استاد الخرطوم يا مولانا عشان الناس كلها تحضر. الناس ما دارين الشرك. قال وان يشرك به تؤمنوا. اول ما تدخل الشرك جماعه بتلملموا كلهم بيجوا، فهمت؟ وبيجي اخو مسلم بيحكم عليك يقول لك يا اخوانا دقيقه بالله الناس تتفق بالراحه، وبما انه ده بكون قاعد دينامو، دينامو بدور الشرك، دينامو بتاع ضلال، دينامو بتاع باطل في الكره الارضيه. أسوأ بشر انتسبوا للاسلام هذه الجماعه السيئه، لخبطوا الشغلانه كلها. لكن ربنا ورانا في القران عشان انت تعقل، قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش الى اخر الايات. الحلقات يا اخوانا ان شاء الله مستمره، والدروس كمان ان شاء الله حنعملها في المسجد القريب باذن الله تبارك وتعالى. اخوانا هيعلن لكم عنه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.